من العناصر التي تضمنها أو تضمنها قانون الانتخابات الجديد في الجزائر ضرورة مراعاة الجميع بين أو الجمع بين الكفاءة والتجربة في المرشحين وعدم حرمان أي مواطن أو مواطنة من الترشح لأسباب سياسية، وهو ما دفع مراقبين إلى قراءة أنه قد يفتح الباب أمام أعضاء سابقين في جبهة الإنقاذ المنحلة من العودة إلى العمل السياسي، رغم أن ميثاق السلم والمصالحة لا يتيح لهم ذلك. مقاييس جديدة في قانون الانتخابات الجديد في الجزائر تراعي في حدود الممكن الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين، كما ينبغي ألا تحرم أي مواطنة أو مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية من الترشح لأسباب سياسية ضمانا لتوفير فرص متكافئة للجميع في الترشح، أمر يراه مراقبون مؤشرا على رفع الحظر عن أعضاء سابقين في جبهة الإنقاذ المحلة وتمكينهم من حق الترشح للمجالس النيابية والمحلية، إلا أن الأمر لن يكون يسيرا وقد يتطلب إجراءات قانونية أخرى، لا سيما وأن ميثاق السلم والمصالحة لا يتيح لهم ذلك. هذا الأمر يتطلب أيضا استشارة جميع الشركاء بما فيها ضحايا المأساة الوطنية، بما فيها الكثير من الأطراف الفاعلة في هذه القضية، لأن الفكرة طيبة ولكنها زرع في حقل الألغام. كما يتضمن القانون الجديد المرتقب صياغته قبل عرضه على البرلمان إنهاء تدخل المال السياسي في الانتخابات ووضع معايير تنهي ممارسات الماضي السلبية بمنع المحاصصة في توزيع المقاعد وشراء الذمم والفصل بين المال والسياسة، شروطا لا بد منها لإدخال الأخلاق في الحياة السياسية في أعقاب تصريحات للمتهمين في قضايا فساد بشراء مقاعد البرلمان بأرقام خيالية. نقضي على المال الفاسد اللي انتشر في العديد من المؤسسات وجعلها هشة، جعلها عديمة المصداقية من خلال تعديل القانون العضوي للانتخابات، وخاصة انطلاقا من تغيير نمط الاقتراع المبني الآن على القائمة المغلقة إلى نمط اقتراع أكثر مصداقية وأكثر شرعية وأكثر قبول لدى المواطنين، ألا وهو نمط الاقتراع المبني على القائمة المفتوحة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كلف خبراء في القانون الدستوري ترأسهم أحمد العربة بصياغة مشروع قانون جديد للانتخابات، وهي اللجنة ذاتها التي تكفل بعض أعضائها بصياغة مشروع الدستور. قانون انتخابات جديد مرتقب صياغته وعرضه على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة قد يحدد مقاييس جديدة للترشح، وربما يثير جدلا بشأن احتمال إعادة الاعتبار لسياسي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلى، كما يرتقب أن ينهي المال الفاسد في شراء مقاعد المجالس النيابية والمحلية. محمد جراد، الحرة، الجزائر.